تخيلوا أنه الإنسان جالس فجأة الدنيا تظلم وتفقد حاسة البصر وكل ما تراه هو السواد. لا تستطيع أن ترى من حولك، فقط تستطيع أن تسمع. ما هو شعورك وماذا ستكون إنجازاتك؟ يا اهلا وسهلا. هلا هلا استاذ مهند، كيفك؟ اهلا وسهلا. مهند ابو ديه من ضمن المبدعين في المملكة العربية السعودية، والحقيقة المميز فيه انه هو ما اتولد اعمى، وبالتالي هذا اصعب. يعني الانسان لما يولد اعمى خلاص متعود على كده من حياته، ما عمره ابصر، ولكن انسان يحيا حياة طبيعية ويرى ويصاب وهو في عز شبابه في العشرينات ودوبه متزوج، شيء عجيب. كل العوامل اللي ممكن تؤدي لأن يحبط إنسان موجودة كانت في العوامل التي جاءت لمهند. أنت اليوم يومك، أنا معاك تابع علشان نتعرف على يومك، حياتك اليومية. مركز إسترلاب للتدريب، طبعا مركز متخصص في تدريب المخترعين، افتتحته من أجل أنه يقدم للمجتمع العربي الإسلامي حملات تدريب، كتب، كل الأشياء اللي ثقافة الاختراع تنقصها. هذا المكان اللي أنا أسميه مخبئي، أجلس فيه هنا، عندي كل الأدوات اللي أنا أحتاجها علشان ألف، أصمم، أرسم، أخطط، كله في سبيل المشروع اللي أنا وضعته على عاتقي منذ أن استيقظت من غيبوبة لأجد نفسي شخص آخر بمهمة أخرى. فقررت أن يتحول حلمي بدل من مليون اختراع إسلامي إلى 400,000 مليون مخترع مسلم محترف. يا سلام، جميل. وذلك في عام 1450 للهجرة، يعني العصر الذهبي الإسلامي اللي انتهى في عام 850 للهجرة حيرجع إن شاء الله في عام 1450 للهجرة إن شاء الله، وذلك يعني بمليون مخترع مسلم محترف. اللي شفناه مع مهند إنسان فعلا يجسد معنى كلمة أو العبارة التي تقول أن الإنسان لا يغرق بالوقوع في الماء، ولكن يغرق بالبقاء فيه. صباح الخيرات والبركات، الساعة الآن 7:50، احنا في كوريا الجنوبية. حنشوف اليوم نموذج من الإحسان الحقيقة في حياة الأستاذ لي، مستر لي. طبعا موضوع عجيب، يعني الواحد اوكي شفنا في اليابان كنا من كم سنه انه احد ممكن يمشي لوحده، ولكن ما تخيلت انه يستطيع اعمى ان يحيا لوحده، يعيش لوحده في بيت، بمعنى انه ما يعتمد على احد، جالس في شقه لوحده. طبعا هو بيبدا يومه بالافطار، بيحضر فطوره بنفسه، واضح انه هو معتمد على نفسه ومتعود على الاعتماد على نفسه، ما هو مربوك، الاكل عارف كيف محطوط. هنشوف لما يخلص يعني حيوسخ إيش حيسوي في البذور لما يخلص. رسالة مهمة، أنه كل شيء بالتدريب ممكن، زي ما يقولوا practice makes perfect، التدريب يؤدي إلى الكمال. عنده فهم لأبعاد المكان ولأبعاد الأشياء، يغطي العلبة، حيرجع العلب للثلاجة. الآن شوفوا إيش حيسوي، حيمسح الطاولة. أوكي، سبحان الله، والله شيء عجيب. شوف بيده، شوف لاحظ، لا إله إلا الله. شفت كيف لاحظها دي؟ بتحسس المكان عشان يلاحظ أنه في وصلة أكل اللي باقية، تحسسها، شالها، أخذها. مستر لي حب الشاهي، فدائما بحضر في الترمس حقه هنا شاي أخده معاه الشغل. شاهي فواكه مجفف. حط الشاهي في الترمس، المفروض الآن يسخن موية. شوف، عارف فين الزبالة بالضبط؟ شوف كيف عرف أنه تعبت من الصوت، من صوت الموية عرف أن الترمس خلاص. عجيب، يعني شوفوا التنظيم، حتى البكت حق الشاهي لما انقطعها، شوف كيف فاكرين. يا الله عجيب. فاكرين ما تكلمنا على نظام إعادة التدوير في كوريا، وقلنا أنه عندهم نظام معين لي حتى رمي الزبالة عشان يوفر مساحات، ما بيرموا الزبالة كذا، عشان يوفر مساحة دائما بحطوا الأشياء جوا بعض.
فشوف كيف لما نخلص الاثنين دول حط واحدة جوا الثانية. شوف يعني قطعة دي خلص الاثنين حطهم جوا بعض. شوف نسمع الأخبار. بشرب القهوة وبسمع الأخبار. من أشهر الصحابة اللي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين، فقيه الأمة، ابن عباس. يعني أنا في البحث كمان تعجبت حقيقة، ما كنت أعرف معلومة أنه ابن عباس أيضا أصيب بالعمى، وله بيوت شعر كان يقول إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وسمعي منهما نور، قلبي ذكي وعقلي غير ذي عوج، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. فيقول ابن عباس أنه صحيح أنه يعني حاسة العين ذهبت، ولكن ما زال عندي حاسة اللسان والسمع، وعقلي ما زال الحمد لله واعي، وهو أهم قيمة وأهم يعني نعمة عند الإسلام الإنسان العقل. فإذا موجود العقل خلاص عوض عن أي شيء. فابن عباس فقيه الأمة كان أيضا أعمى البصر. أي مشكلة عندك، أي صعوبة موجودة عندك، اعلم أن الله سبحانه وتعالى كلفك بها، وبما أنه الله سبحانه وتعالى كلفك بهذه المصيبة أو هذه الكارثة أو هذه الصعوبة اللي في حياتك، فهو يعلم أنك تطيقها، وإلا لما كلفك بها ولا ما وضعك في هذا الموقف. وهذا الإيمان أنه أنا الصعوبة اللي أنا فيها مهما كانت هذه الصعوبة الله سبحانه وتعالى حطها أمامي وهو يعلم أني أطيقها، هذا الإيمان يخلينا نعرف أنه عندنا القدرة الداخلية للتعامل معها، وبالتالي المخ يشتغل بشكل إيجابي وليس بشكل إحباطي، وبالتالي يجد حلول. الأعمى الله سبحانه وتعالى وضع فيه قدرات إذا أراد، إذا كان عنده الإرادة والعزيمة أنه يستثمر هذه القدرات اللي تجعله زي ما احنا شايفين مستر لي يعيش في شقة لوحده، يفطر لوحده، يدخل الحمام لوحده، يسمع الأخبار لوحده، يحضر قهوته لوحده، ولسه حنشوف يروح شغله كمان لوحده. طبعاً كوريا ما هي زي اليابان، ما عندهم في كل الشوارع، عندهم في بعض الشوارع بس مو في كل الشوارع الطريق حق العمي. شوف دحين طبعاً الصعوبة في الموضوع عشان تتخيلوا كيف إنه قادر يمشي في خط مستقيم، يعني ترى يعني ما هي سهلة. هنا هذه دحين زي حقة العمي بينت له هو فين نوعاً ما. شوف إيش حيسوي دحين في السيارة اللي قدامه. سبحان الله. أي طبعاً هذه السيارة واقفة غلط كانت على الرصيف، ومع ذلك انتبه. شوف دحين قدامه سيارة تانية، إيش حيسوي؟ الآن جينا على تقاطع وإشارة مرورية. طبعاً عرف أنها خضراء من الصوت حق الإشارة. ما شاء الله عليه سريع. أمر عجيب. وإحنا نازلين قال لي أنه يعني أنا خايف أنكم تبطئوني لأنه بمشي بسرعة أنا. طبعاً هو ماشي سريع على المصورين، يعني هشام ورا هنا قاعد يلاقي صعوبة أنه وصل يرجع لورا، قاعد يبطئ شوي. فما شاء الله عليه نزل، نزل الشارع، قطع الإشارة على الرصيف، نزل المترو. هنا الآن في درجة، والآن حينزل درج للمترو. لاحظوا شوف ساعته هنا، ساعة بقزاز بتقفل وبعدين it opens بيفتح ويقدر يتلمس العقارب فيعرف الساعة حق. فهذه اسم المحطة ورقم البوابة.
فشوفوا الدقة والتفاصيل في موضوع ذوي الاعتياجات الخاصة والعمية. دحين هو واقف، عارف هو فين واقف بسبب الشريط ده. وأدال يس وهنا أداله معلومات بلغة بريل على البوابة اللي هو فيها، والقطار هذا حيتجه إلى أين. طبعاً أحب أوضح نقطة مهمة جداً، إحنا قاعدين فقط نغطي حركته، يعني أنا قاعد أمشي وراه، حياته اليومية هي هذه لوحده، ما حد معاه. خلصنا الثلاث قطارات، خلص وصل إلى آخر محطة بانتظاره شخص معين من قبل الجهة اللي بيشتغل فيها علشان يصطحبه من المحطة إلى مكان العمل. هذا الشاب مهمته معين في الشركة حقت مستر لي، مهمته أنه يوصله للشركة. أيام عز الدولة الإسلامية كان من بيت مال المسلمين يصرف لكل أعمى، كل أعمى في الدولة الإسلامية يصرف له من بيت مال المسلمين مرافق، مرافق يرافقه في حله وترحاله في عمله وفي بيته لمساعدته. فهذا اللي احنا شايفينه هذا ما هو جديد، ما هو جديد، ولكن أي دولة متقدمة من ضمن معايير، من ضمن معايير تقدمها تعاملها والخدمات اللي بتقدمها لذوي الاحتياجات الخاصة. بس خليني أوري أعزائنا المشاهدين 10 كتب في كم سنة؟ 10 كتب في 3 سنوات. في 3 سنوات، يعني معدل 3 تقريبا، 3.5 كتاب في السنة، ما شاء الله عليك. كلها بدأت بعد الحادث؟ نعم. طب أكتب لك إهداء تقرأ؟ اللي حرف النون إحسان. يا سلام إحسان. عليك، هات يدك كده. أهلا وسهلا إحسان، أنت من المحسنين وربنا يزيدك إحسان. آمين آمين وإياك إن شاء الله. كم من الأصحاء ليست لديهم الهمة والإنتاجية والإبداع اللي موجود عند مهند، فهذا دليل أنه إنتاجنا في الحياة ليس له علاقة بالمعوقات وبالعوامل الخارجية، إنتاجنا في الحياة له علاقة أساسية جدا بالداخل، الفكر، النفسية، الروح، الطاقة اللي من جوا. الرسول صلى الله عليه وسلم في عصره يعتبر يعني سوى فتوحات فكرية في موضوع دمج العمي في المجتمع، وله في أمثلة كثيرة من ذلك. عبد الله بن أم مكتوم اللي هو الأعمى، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب للغزو كان يعين من على المدينة المنورة لينوبه؟ عبد الله بن أم مكتوم. ما قال لا أعمى أجلس ما لا تسوي، وهذا بنتكلم على الكلام من 1400 سنة، فتح فكري للتعامل مع هؤلاء. في هذه الأزمان كانوا ينظروا إلى هذه الفئة عادة كفئة يعني مهمشة وتنبذ من المجتمع، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم دمجهم. لذلك مؤلفة إحدى الكتب اسمها روس، كتاب اسمه رحلة إلى النور، رحلة إلى النور. هذا كتاب تحكي فيه تاريخ المكفوفين من 2600 قبل الميلاد إلى عام 1950 ميلادي، يعني أخذت رحلة 3-4 آلاف سنة في حياة المكفوفين. تقول أنه عندما بسط محمد صلى الله عليه وسلم سلطانه على الجزيرة العربية في القرن 7 الميلادي، شوف ماذا تقول، اجتاحت المكفوفين موجة من النور ذات آثار بعيدة المدى. شوف روس كيف وصفت أثر الرسول صلى الله عليه وسلم في القرن 7 الميلادي على المكفوفين في العالم، لأنه أثره هذا تعدى وأصبح خلاص انتشر في كل العالم الإسلامي مع انتشار الفتوحات. فترى أصبح بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تجد الخلفاء وأمراء المؤمنين والسلاطين في الدولة الإسلامية بشكل عام عندهم اهتمام شديد لمراعاة المكفوفين، حتى أن الخلفاء كانوا يعينوا لكل أعمى قائد، فكان يجد الخليفة أنه من مسؤوليات الدولة أن يوفروا أساليب الحياة الكريمة للمكفوفين. Okay, welcome to your office. Wow. Long trip. It's almost an hour.
طيب الان مستر لي قاعد يحضر لنشره الاخبار، خلاص يعني بشتغل في مقدم نشره اخبار او نيوز انكر، فهذا الجهاز هو اللي عليه السكريبت او السيناريو او الكلام اللي حيقوله في الاخبار، وسبحان الله هذه كل اللي حيقوله موجود في السطر هذا، بيتغير لانه هي النتوءات حقت لغه برايل، هتلاحظوا. انا سالت المدير هل سرعة لي في نشرة الأخبار في إلقائها نفس السرعة العادية ولا يعتبر أبطأ من غيره؟ قالوا لا، أصلاً إحنا مستحيل أنه نقبل أنه يكون الفقرة أبطأ من أي شيء تاني، لأنه هذه نشرة أخبار، نشرة الأخبار حساسة ووقتها ضيق جداً، فبالتالي لازم يلقي بنفس سرعة غيره، فبالتالي إلقائه زيه زي الناس التانيين، سبحان الله. احنا ممنوع ندخل الاستوديو لانه في تصوير، فحندخل تدخل كاميرا واحده معاه بس وهو بيسوي نشره الاخبار. الفكرة جميلة جدا، الفكرة أتمنى أنها تطبق في العالم العربي، نبدأ نشوف نشرات أخبار يقدمها ناس من كل فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، ممكن أعمى أو غيره، ولكن نبدأ نشوف هذه الفئة تتفاعل في الإعلام ويكون لها دور كبير في الإعلام. عسر له